تفر ماشي غير في الفوت ما يصرف حتى في الطيام يا بسكس ماما ولا اروح ما كاين غير ماما اللي تعرف لها حتى وليت بطل عالمي وديما معايا سولاجيل. سولاجيل هو مهدئ للتدليك الغني بالزيوت الأساسية لمعالجة تشنج العضلات ألم الركبة والمفاصل. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتكم الإلكترونية دي زد نيوز في حصة بيم فهمتك. اليوم رانا في دائرة جميلة جدا تابعة لولاية عين تيموشنت اللي هي حمام بوحجر. شكون فينا ما يعرفش حمام بوحجر؟ اليوم غادي نطرح لهم سؤال في مجال الدين كالعادة. سؤال يقول تاع اليوم: من هو الصحابي الذي لقب بسيد الفوارس؟ يا ترى من هو هذا الصحابي؟ ويا ترى شكون غادي يربح معنا الهديه تاع اليوم؟ بدون اطاله تابعوا معنا. السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بنا عندكم في حمام بوحجر، ومرحبا بكم انتم ثاني تبدوا فينا هنايا. ان شاء الله الرحمن الرحيم، ماشي هذه المره الاولى ومشي هذه المره الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله بينا ماذا بينا احنا تزورونا وتشوفونا هذا المنطقة تاع حمام بوحجر كيفاش داير، من ناحيه السياحه تاعها، من ناحيه الشعب تاعها كيفاش تمشى، من ناحيه الثقافه تاعها، من ناحيه كل شيء. مرحبا بنا عندكم في حمام بوحجر. مرحبا بكم. مرحبا بكم. ربي يحفظك. عفت عليك. حمام بوحجر دائره معروفه يعني في عين تيموشنت. عين تيموشنت معروفه بالحمام، معروفه ب هي عندها حمام معدني. وانا مانيش لوريجين تاعي مانيش منها، بصح زعما نسكن فيها دانييرمون، معروفه بالكالم تاعها. بون هي المقاول تاعها، وكاين حمام معدني الله يبارك، وثانيك قريبه للشاطئ صديقا للمصيف الصيف. بالك 20 كيلو ولا الشاطئ ولا هكا 25 كيلو هكا. الله يبارك. صح فطوركم؟ صح رمضانكم؟ الله يسلمك. انا ضيف عندكم اليوم في حمام بوحجر. مرحبا بكم في طعام صائم هنايا، ان شاء الله تفطروا معنا. ان شاء الله راكم دايرين افطار صائم. طعام صائم سبيل كاع كما يقول لك اللي برا الداخل يجوا يفطروا اللي ما عندهمش مساكين. ما شاء الله. انتم جمعيه؟ أنا جمعية تاع الاتحاد الوطني تطوير تنظيم العائلة الجزائرية، مكتب الولاية تاعي تمشي دائرة حمام بوحجر، وكاين هنايا جماعة راهم هنا تاع طعام سبير تاع شؤون دينية. في كل مدينة، في كل دائرة، في كل بلدية، في كل ولاية كاين إفطار صائم. الحمد لله مازال كاين الخير في بلادنا. وكاين كما قال لك الرجال والشرفاء. صح فطوركم؟ صح مرحبا. جو رمضاني في حمام بوحجر مدينة مضيافة. الله يبارك. راكم عند المقر إفطار صائم. وراك تشوف الاجواء تاع رمضانيه هنايا، كل الناس راه تعاونوا، راه متوفقه وكل الشعب حاضرين. ان شاء الله تكون في ميزان الحسنات ان شاء الله. امين يا رب العالمين. السلام عليكم خالتي. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بنا عندكم في حمام بوحجر. مرحبا بخو ولدي. ان شاء الله تصوموا بالصحه وعلينا وعلى الجميع ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم بمدينه حمام بوحجر المدينه السياحيه. رمضان مبارك ان شاء الله للجميع. كما تشوف اجواء رمضانيه هنا بمدينه حمام بوحجر على باقي المدن الجزائريه، وكل منطقه عندها لمسات تاعها في جو رمضان. ذكرك مع رمضان خويا. والله لا غايه الحمد لله. يوميات تاعك مليحه الحمد لله. رانا نخدموا الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. الله يفرحكم. عندي سؤال في مجال الدين. مرحبا. سؤال يقول: من هو الصحابي الذي لقب بسيد الفوارس؟ صحابي من واحد الذي لقب بسيد الفوارس. الفوارس باش نروحوا شوفوا الناس عندك شي جديد الدين هو شو دمتي مدين. صح صاحبك باش يشارك معنا. صح عشان جاوب انت ومن بعد صاحبك. لا بجد الدين ما بغاش يشارك. ما بغاش يشارك. صح شارك انت. لا والله ما عنديش معلومه عليها. اذا ما عندناش اجابه الحاج. من هو الصحابي الذي لقب بسيد الفوارس؟ شقاوي حبيب ما عندناش اجابه. لا ما عنديش. رجل طيب. عندك سؤال في مجال الدين اك واجد؟ ان شاء الله. ان شاء الله قدرنا. ان شاء الله يا ربي. اذا السؤال يقول: من هو الصحابي الذي لقب بابي الفوارس؟ بسيد الفوارس عفوا. بسيد الفوارس الذي كان يلقب بسيد الفوارس. ما كانش. ما عندكش اجابه؟ اجابه في هذه يوجد. ما عندكش زعما سؤال صعيب شويه. لا انا ماشي صعيب ولا حاجه، تغير تفكير. ومن ناحيه ثانيه لا عندك زعما طت مراحل زعما تاع اجوبه احتمالات احتمالات. لا احنا من اجل مصداقيه البرنامج والبرنامج تاعنا نعطيك سؤال في مجال الدين.
تلقى الاجابه تدي هديه، ما لقيتش اجابه معليش، المهم شاركت معنا اليوم. شكرا. لا يوجد اجابه. معليش الصحه بارك الله فيكم. اذا غادي نعطوك سؤال في مجال الدين الحاج، راك واجد؟ شوف سي بوسيبل ان شاء الله. السؤال يقول: من هو الصحابي الذي لقب بسيد الفوارس؟ الصحابي الذي لقب بسيد الفوارس. عارفه بصراحه رايح لي خويا راح لي ما عندكش اجابه. اذا ما عنديش خويا شاركت معنا خويا العزيز ربي يحفظكم. اذا السؤال يقول: من هو الصحابي الذي لقب بسيد الفوارس؟ الذي لقب او يلقب بسيد الفوارس. إجابة ثقيلة شوية. ما عندكش إجابة؟ ما عنديش إجابة. معليش شاركت معنا خويا العزيز. عندك سؤال في مجال الدين اليوم في حسب بين فهمتك قناة دي زد نيوز، واجد؟ بون الحقيقة تقال. أنا مانيش واجد ونتمنى إن شاء الله واحد آخر يجي يفوز بهذا السؤال. ساعة خلينا نسقسوك بعدها بالسؤال. سقسني ما عرفت تقول لي عرفت ما عرفتش تقول لي ما عرفتش. السؤال يقول: من هو الصحابي الذي لقب بسيد الفوارس؟ الصحابي الذي لقب بسيد الفوارس عبد الله بن قيس. إجابة خاطئة. أعطيك سؤال في مجال الدين. سؤال يقول: من هو الصحابي الذي لقب بسيد الفوارس؟ ما عنديش إجابة. ما عنديش إجابة. معليش شاركت معايا أخوي العزيز. مرحبا. السؤال يقول: من هو الصحابي الذي كان يلقب بسيد الفوارس؟ سيد الفوارس ما عنديش الأقرب بوصيب خالد بن الوليد رضي الله عنه. إجابة خاطئة. سؤال يقول: من هو الصحابي الذي يلقب بسيد الفوارس؟ صحابي الصحابي الذي يلقب بسيد الفوارس ليش علي بن سالم رضي الله عنه. إجابة خاطئة. الله يفرحك. سؤال في مجال الدين. مرحبا. سؤال يقول: من هو الصحابي الذي يلقب بسيد الفوارس؟ الله أعلم. سيدنا يوسف. سيدنا يوسف. إجابة خاطئة. قول لي. نعطيك سؤال في مجال الدين في حصة بين فهمتك اليوم: من هو الصحابي الذي لقب بسيد الفوارس؟ هو على ما أظن أبو موسى إشعاري. الإجابة صحيحة. لقيتيها اليوم عزيز. شكرا لك. مبروك عليك. راح تديها لي من طرف كسكس ماما وبخو داغما. ربي يخليك. ايضا الصحابي الذي لقب بسيد الفوارس هو ابو موسى الاشعري. بارك الله فيك. الله يعطيك الصحه. اذا تفضلي خالتي الهديه تاعك. شكرا لك. مهدت من كسكس ماما وكذلك من طرف بروديرما شركه معروفه كذلك. شكرا. واش تقولي لهم؟ نتمنى لكم الخير ونشكر الامه ونشكر الطاقة إذاعة النيوز وإن شاء الله تكونوا بخير وتصحى رمضانكم وتعيدوا بالصحة إن شاء الله. إن شاء الله تعيدي بالصحة والهنا. مبروك عليك. آمين إن شاء الله ربي. وبصحتك. واش تقول الشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان؟ شوف الشعب الجزائري فيكم بمناسبة سيدنا رمضان. شوف فيهم وفيهم. هما فيهم وفيهم. قد علاش؟ الشعب لا كنجيبها حامي تشبه يتمشى ويضحك ولا كنجيبها انا نجيبها خاوي غير ما تهضرش معاه. ماشي علاش هذا هو الصح. وشهر المغفره وشهر الرحمه والله يعطيهم الخير الله ينصر غزه وفلسطين ان شاء الله. بارك الله فيك ومرحبا بكم بمدينه حمام بوحجر وصحه فطور الجميع ان شاء الله. رمضانك وتصوم بالصحه ربي يحفظك. ربي يحفظك. واش تقول للشعب الجزائري بمناسبه شهر رمضان؟ نتمنوا لهم ان شاء الله القبول وان شاء الله يقعدوا لنا ملاح 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 ما يزعفوش وما يتنرفوش. هذا ما مشيت نرفو بزاف هذا العام. شويه بصح الحمد لله الحمد لله. هو الخير هو اللي يخلي بنادم شويه مليح. هو كي يكون ناقص شويه الدعوه وكل شيء هذيك هي تصرا كيما الحمد لله. ان شاء الله ما يكونش كاين مشاكل وان شاء الله ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ربي يحفظكم ويحفظ رمضانكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله تصوم بالصحه والهنا. امين يا رب العالمين. كاع المسلمين كاع الشعب الجزائري ان شاء الله يا ربي. اكيد خاصه الشعب الجزائري. بيان سور الشعب الجزائري خويا. بيان سور الشعب الجزائري المجاهد الحمد لله يا ربي الله يرحم الشهداء اللي حررونا هذا البلد. ليس هما كما راه هنايا. بارك الله فيك حاج. نقول لك نقول لك صحه فطوركم وصحه رمضانكم ان شاء الله يتقبل منا ومنكم. انا اسمي ياسر من ولايه حمام بوحجر. ولايه عين تموشنت. حمام بوحجر عين تموشنت. بارك الله فيك. وخويا العزيز واش تقول لهم؟ السلام عليكم صحه فطوركم وصحه رمضانكم وكل عام وانتم بخير. و سموني محمد ومن ولايه حمام بوحجر.
الله يبارك. من ولاية عين تيموشن دائرة حمام بوحجر. ولاية حمام بوحجر. تبغيها حمام بوحجر. الله يبارك. ربي يحفظكم ولادي. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من حصتكم بفهمتك في قناتكم الإلكترونية ديزد نيوز. إذن الصحابي الذي كان يلقب بسيدي الفوارس هو أبو موسى الأشعري. صح فطوركم، صح رمضانكم، السلام عليكم. ديزاد نيوز تتمنى لكم رمضان كريم.